محمد شريف بتشوفه كمهاجم ازاي؟ يعني في البعض مثلا يعني انا نفسي بشوف محمد شريف هداف كبير قوي، قوي يعني لعيب هداف، وده بقى عملة نادرة دلوقتي مش موجود عندنا، بس تلاقي مثلا برضو تلاقي البعض بيقول لك لا محمد شريف برضو مش هو المهاجم، اصل محمد شريف ايه، وفي البعض الاخر مقتنع جدا بمحمد شريف. انت بتشوف محمد شريف ازاي لا كمهاجم؟ محمد شريف فيروت فيروت. فيروت. بص انت في محمد شريف لما كان بيلعب معايا في دجله، كان لسه متصعد في دجله وانا كنت بلعب في دجله، محمد ما تعرفوش بيلعب برجليه اليمين او الشمال، دي ميزة كبيرة جدا انت فاهمني ازاي؟ جدا. يمين شمال شغال. محمد من اللعيبه اللي اشتغلت على نفسها. محمد فيروت كابتن حلمي طولان استغل فيه حاجه، السرعات، ان الكابتن حلمي طولان سيستم لعبه اللي هو بيلعب زون، فاشتغل فترات كبيره على حته الزون اللي بتتحط في مساحات لمحمد شريف، فاشتغل من الفتره دي كان يتحسب للكابتن حلمي طولان في انبي ان محمد شريف اتوظف في روت. جه محمد شريف في الاهلي اشتغل كتير على نفسه، ايوه محمد من النوعيه اللي اشتغلت، انا قريب منه وعارفه، اشتغل على نفسه جامد قوي، اشتغل اشتغل شفنا له فيديوهات بره النادي شغال بيتمرن و... شغال بيتمرن، يعني في حاجات بيشتغل عليها اللي هي اللفه يقطم ويحط، ايوه، وجاب منها جاب جوان هدف سوبر افريقي. السوبر. محمد شريف كان في الاول خالص ما بيلعبش بدماغه، اشتغل لعب بدماغه شويه وحط تمام. كام جون بدماغه، فاشتغل واشتغل وعمل وليه رصيد كبير، طبعا ده ليه جاب رصيد بطولات كبير كتير مع كبير النادي كبير، الاهلي واشتغل طبعا. اشتغل. لا فيروت الفترة بتاع كيروش أثرت عليه شوية، اثرت اثرت نفسيا عليه هو وقفشه وعلى الثقة في نفسه طبعا. سواء هو أو قفشة، طبعا بس قفشة ابتدى يستعيد مستواه، هو شريف نفسه ابتدى بعديها جاب أهداف بص كتير قوي يعني. جاب، بس برضو انت تبقى هداف النادي الاهلي وما تروحش منتخب مصر، لا تضايق. طبعا. انت كنت في فتره بتدور على فيرود، فانت جبت وقتها فيرود كان خد مروان حمدي لو تفتكر فاكر. كيروش، وشغل مش متذكر مين بالظبط، بس خد، بس كان اول حد يروح الفتره دي محمد شريف، كان شغال بشكل كويس. صح. لا فرقت معاه نفسيا، انا بقى بشتغل عاوز امثل منتخب مصر، عاوز احترف، عاوز عاوز عاوز، فرقت معاه كتير يعني. رأيك ايه في خطوة انتقاله للخليج السعودي؟ لا خطوة كويسة، خطوة كويسة. يعني هو كان موجود في الأهلي، الراجل بيلعب حتى لو مش الشكل اللي هو بيرغب فيه، لكن لما بيلعب بيهدف بيهدف. بيحقق المطلوب منه، خد بطولات قد كده مع النادي الأهلي. لو انت مكانه كنت هتاخد نفس القرار ده؟ انت كنت هتاخد القرار طبعا. ده عشان بص في الدوري أسماء السعودي تانية. اتشاف. السعودي متشاف. بص يعني طبعا. ممكن انت في شوف كام لعيب. اسماء، يا نهار لسه ابيض. نيمار النهارده وياسين بونو وكريستيانو، لا بقى دوري، طبعا بقى دوري، بقى طبعا. دوري، بقى في حتة تانية فيبقى ده السبب بس اللي يخليه طبعا. يروح، ولا المنافسه في خط هجوم الاهلي؟ يعني الاهلي بيجيب المهاجم الاجنبي في كهربا ورجع صلاح محسن، بس هو كده كده بيلعب شريف، كده 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 بيلعب، كده بيلعب. كده كده بيلعب، لكن هو دلوقتي بص لها مثلا حتة الدوري السعودي، لا الدوري بقى في حتة تانية، هتفرق معاه كتير لو حتى لو لو الفرقه مش تألق. اقوى حاجه لا طبعا هو هيتألق، هو هو هيتألق. انت هيتألق في متوقع الفرقة. كده طبعا. ليه بقى؟ ايه اللي يخلي شريف؟ بص يعني شريف ارجع اقول لك تاني، من النوعيه اللي عنده طموح، محمد غلاوي بيحب يلعب، بيحب يجيب جون بس، فانا اتوقع نجاح شريف في السعوديه. تتوقع نجاح شريف؟ هو الميزه كمان عنده ان هو خطاف زي ما بيقولوا بيعرف يعني. يجيب جون، هتلاقيه بالشمال حط، باليمين حط، بيعرف يجيب جون. طيب.